الرجوع عن بعض تقريبا 4 سنوات. الحقيقة معناها مش نحكي على الظروف بتاع الزيجة والتعارف تم بين الجنة الفريق والجماعية الكبيرة هذيا. معناها ما كانش مبرمجة الحقيقة، لأنه كانت معناها تقريبا روحت في شهر، معناها تم عندي ظروف عائلية، روحت معناها في شهر مرتين تونس. كان الانتصار من بعد مبرمجة على الأخرانية، كان الانتصار وبتاع، كان كل شيء سهل. لأني نعرف أنا أولا الرئيس جربت معاه قبل سنين، ونعرف الخفايا كله، نعرف فريق تقريبا 75% نعرفه كله. كانت تفاهم سريع، نحب نتوجه معناها بالمعبرة من رئيس الهلال، من جمهور الهلال، من لاعبين الهلال، لأنه تعرف اللي اليوم أنا موجود في تونس، ما ثم حتى مدرب يعمل معناها شيء، لكن تبدا عنده ظروف طارئة، لأنه اليوم مازالوا 3 مقابلات، وأنا سيبو على الدوزيام معناها الشامبيون معناها الدوبا، راجعين في ناركو. ولكن ثم عندي ظروف قارئة، ما نحبش الإشارة، عندي ظروف قارئة في العائلة بتاعي، عندي ظروف صحية لازم يكون موجود. يعني حتى كي روحت ما كانش برضه معناها، حتى لأن كل موجودة خليتها في السودان. دونك وقت اللي أنا موجود في تونس، بيان سور جات اتصال مع سيسليم بعد المباراة هذيا، وكان ثم اتصال قبل المحل، ولكن بعد المباراة هذيا كان الاتصال جاتي أكثر. دونك قعدنا وأنا سعيد جدا معناها بالعودة، بيان سور بالعودة للنادي الإفريقي. وإن شاء الله، لأنه ممكن في الباساج اللي عديته في ميون ترونير ممكن كانت تنقص حاجة، وكنا نمشيو للتيتر إن شاء الله في العام هذاك، ولكن ما سهلش ربي. إن شاء الله السنة تختلف جدا معناها بين المجموعة اللي كانت موجودة عندي، ولو نشكر المجموعة هذيك والمجموعة الموجودة، لأنه أي مدرب يتمنى باش يدرب المجموعة الأولى الموجودة في النادي الإفريقي. وهذا معناها ممكن مدرب آخر يبعد على البريسيون، ولكن هذه حقيقة. اللاعبين والمجموعة الموجودة في النادي الإفريقي لاعبين على مستوى فني متميز. إن شاء الله معناها نخرجوا من حالة نتاع عدم الثقة، خاصة بعد المباراة الأخرانية هذيا. إن شاء الله مرة تراب في الشامبيونا لي بوان بيردي، شوية معناها خدمة باش نرجعوا مرة تراب لي بوان هذوما. النادي الإفريقي ولا الفرق الكبيرة معناها ثم أهداف بالطبيعة موجودة، مع الأهداف ما نعملوش في الأسبوع كله. ثم الاهداف في النادي الافريقي معروفه، تنصح في النادي الافريقي خاصه بالمجموعه هذه معناها انت تلعب على الالقاب، ثم الشامبيونات تاع تونس، ثم الكوب تونسي، اي سيرتو الشامبيون ليغ معناها باش ترجع للنادي الافريقي بعد غير كبير هذا. ان شاء الله نرجعوا افيك ديزوبسيون معناها كبار برشا، وعندنا الامكانيات حاجه بركة لازم نخدم عليها الحاجه هذه. الاهداف معروفه هذوما، انا قلت لك انا كوب دافريك هو اون بريمي ليو، عندنا الشامبيونات وكوب تونسي، هذوما الالقاب اللي موجودين في الكار اللي نجم نربحهم.